المنير في النشاط العلمي للسنة الخامسة ابتدائي. إذن الوحدة الثامنة أو الموضوع الثامن حول الضوء 2. إذن اليوم عندنا الدرس الثاني في هذه الوحدة، وهو آخر درس بطبيعة الحال، ويتعلق الأمر بالألوان. إذن في الصفحة 90 من كتاب المنير. إذن ننتقل إلى الصفحة 90 في درس الألوان. إذن قبل أن نبدأ في شرح هذا الدرس، نذكر بما تطرقنا إليه في سابق الحصص. إذن بالنسبة لهذا الدرس اللي هو الضوء 2، إذن كنا تكلمنا حول الضوء الأبيض، وقلنا بأن الضوء الأبيض هو الذي تصدره الشمس أو المصابيح أو الشموع، فكله يعتبر ضوءا أبيضا. فالعين المجردة ترى الضوء الأبيض أبيضا، لا تقدر ولا تستطيع أن تميز وأن تحلل مكوناته، رغم أنه بطبيعة الحال يتكون من 7 ألوان تطرقنا إليها في الحصة السابقة، وتكلمنا حول ظاهرة قوس قزح التي تنتج عن انعكاس أشعة الشمس على قطرات الماء. إذن هذا كل ما يتعلق بالضوء الأبيض. إذن بالنسبة لتبدد وتحليل الضوء الأبيض، لتبديد أو تحليل الضوء الأبيض نستعمل أجساما شفافة، ومن بين هذه الأجسام يمكن أن نستعمل المشور، يمكن أن نستعمل قرصا مضغوطا اللي هو CD أو DVD، يمكن أن نستعمل قطرات الماء المطر التي تعطينا قوس قزح كما تطرقنا إلى ذلك، يمكن استعمال أغشية فقاعات الماء الصابوني نسلط عليها الضوء الأبيض فتبدده وتحلله وتعطينا ألوان الطيف، ثم كذلك يمكن استعمال أدوات هندسية مثل الكوس والمسطرة والمنقلة بشرط أن تكون شفافة. فهذه الأجسام يمكنها أن تحلل لنا الضوء الأبيض الذي لا تستطيع العين المجردة أن تحلله. إذن عند تبدد هذا الضوء الأبيض تنتج عنه أضواء ملونة هي 7 تسمى ألوان الطيف. إذن هي مرتبة من الأحمر إلى البنفسجي، وهي الأحمر والبرتقالي والأصفر والأخضر والأزرق والنيلي والبنفسجي. إذن بالنسبة للضوء الأبيض اتفقنا على أنه مركب وأنه يتم تحليله بأجسام. إذن ما هو الضوء الأحادي؟ إذن الضوء الأحادي هو الضوء الذي لا يتبدد. إذا سلطنا على الأجسام التي تكلمنا عليها قبل لحظات، فإنها لا تعطينا 7 أضواء، وإنما تعطينا لونه. مثلا إذا أخذنا مشور مثلا وسلطنا عليه مثلا شعاع أحادي اللون أحمر، فإنه يخرج أحمر لا يتغير. بينما الأبيض عندما نسلطه على المشور أو الأجسام التي تطرقنا إليها فإنه يعطينا 7 أضواء. هذا دليل على أن الضوء الأحادي لا يتبدد وأنه مكون من لون واحد. إذن يمكن كذلك استعمال المرشحات الضوئية. مثلا المرشحات الضوئية هي واحد الأوراق شفافة، إذا سلطنا عليها الضوء الأبيض فإنها تمتص جميع الألوان ما عدا الضوء اللون الذي لونها، ما عدا لونها هو الذي الذي تعكسه هذه المرشحات. إذن المرشح الضوئي الأحمر عند إضاءته بالضوء الأبيض يمتص كل الألوان ويسمح بمرور الضوء الأحمر الأحادي. إذن هذا بالنسبة لتبدد الضوء الأبيض. إذن من بعد تطرقنا إلى تركيب الضوء الأبيض، وقلنا أنه عندما نركب أضواء الطيف نحصل على الضوء الأبيض، واستعملنا في ذلك قرص نيوتن. ليس هذا قرص نيوتن، قرص نيوتن يحتوي على 7 ألوان طيف. إذن لتركيب الضوء الأبيض نستعمل قرص نيوتن. مثلا عندما يدور قرص نيوتن بسرعة تمتزج الألوان 7 فتشكل اللون الأبيض، حيث أن لا تستطيع العين تمييز بين كل لون على حدة بين الألوان لأنها تراها مجموعة واحدة. إذن هذا دليل على أن الضوء الأبيض مركب. إذن قبل كنا حللنا لقينا 7 الألوان، دابا ركبنا 7 الألوان لقينا الضوء الأبيض باستعمال قرص نيوتن، فهذا دليل آخر على أن
على أن الضوء الأبيض مركب. الألوان الضوئية الرئيسية أو الأساسية أو الأولية، إذن هي ثلاثة ألوان، إذن هي اللون الأخضر والأحمر والأزرق، تسمى الألوان الأساسية. هي الأخرى إذا استعملناها بطريقة نيوتن وقمنا باستدارتها فإننا نحصل على الضوء الأبيض كذلك. هذا يعني أن هي تسمى ألوان رئيسية، وهي الأزرق والأحمر والأخضر. إذن تمكن هذه الألوان، لماذا سميت رئيسية؟ لأنها تمكن على من الحصول على ألوان أخرى، كل الألوان الأخرى بمزجها. مثلا إذا مزجنا الأخضر والأحمر فإننا نحصل على الأصفر، والألوان الأخرى كذلك. إذن هذا ما سنتطرق إليه اليوم في حصة اليوم، ولنا عودة لإكمال هذا الملخص حول الضوء 2. إذن أهداف هذه الحصة، أتعرف أن لون الشيء يتعلق بلون الضوء المسلط عليه من خلال الملاحظة والمقارنة والتجريب. أتعرف إمكانية الحصول على لون معين بتركيب لونين مختلفين أو أكثر من خلال التجريب والملاحظة. إذن نبدأ بالنشاط الأول. لتعرف تأثير لون الأشعة الضوئية على ألوان الأجسام قمنا بالتجارب التالية. إذن أضأنا فلفلتين بضوء أبيض مركب، دائما غير نهضروا على اللون الابيض مركب سبعة الوان، ما بقاش اللون الابيض لان العين المجردة راه ما كافياش. دابا خصنا دائما غير نهضروا على اللون الابيض، اكثرية في هاد مثل هذا الدرس هذا، فاللون الابيض الضوء الابيض فهو سبعة الوان وليس لون واحد. فحصلنا على النتيجة المبينة في الصورة. اذا هنا الصورة الاولى هادو ضويناهم فلفلة حمراء وخضراء، ضويناهم بضوء ابيض وفي مكان مظلم. لماذا مكان مظلم؟ لكي لا يحضر الضوء الابيض، باش ما يخربقناش الضوء الابيض. لو كان يكون حاضر، لان الضوء الابيض دابا فيه سبعه الالوان، ولهذا خصنا نديرو نخدمو في مكان مظلم. عرضنا الفلفلتين السابقتين لاشعه ضوئيه حمراء ثم لاشعه ضوئيه خضراء، فحصلنا على النتيجه المبينه في الصوره. اذا هنا الصوره جوج سلطنا أشعة خضراء، وفي الصورة 2 سلطنا أشعة حمراء ولكن في مكان مظلم. إذن سؤال ألف، سؤال ألف، لون حدد لون الأشعة الضوئية المسلطة على الفلفلتين في الصورة 2. الأشعة الخضراء بطبيعة الحال. لماذا خضراء؟ لأن هذه في الحقيقة شنو اللون ديالها؟ لونها أحمر. أسود. هذه لونها الحقيقة. لونها الطبيعي أسود. ولكن عندما سلطنا عليها الضوء الأخضر ظهرت بلون أسود. لماذا أسود؟ لأن لون الأخضر امتصت هذه الفلفلة الحمراء، امتصت اللون الأحادي، لأن اللون الأحادي أحمر امتصته الفلفلة الحمراء فظهرت بلون أسود. هذه ظهرت خضراء لماذا؟ لأن عكست لونها. كل جسم يعكس لونه، كل جسم كيعكس اللون تاعو. هذه خضراء فاش كنسلطوا عليها الخضر كتبان خضراء. هذا اللون هذا كيفاش كاين؟ بيض. إذا البيض يعكس جميع الألوان. إذا اللون الأبيض، الجسم الأبيض يعكس جميع الألوان. الجسم الأبيض تسلط عليه الخضر يبان خضر، تسلط عليه الأبيض يبان بيض، الزرق يبان زرق. إذا هذا هو هذا الشيء اللي هنايا. هذه حمراء سلطنا عليها الخضر امتصته وبانت كحل. هذه خضراء سلطنا عليها الخضر عكساته وبانت خضراء. هذه بيضاء سلطنا عليها الخضر لأن الأبيض يعكس جميع الألوان. إذا السؤال هنايا حدد لون. إذا لون الأشعة خضراء. إذا لون الأشعة خضراء. السؤال الثاني، حدد لون الأشعة الضوئية المسلطة على الفلفلتين في الصورة 3. إذا في الصورة 3 اللون الطبيعي ديال هذه حمراء، واللون الطبيعي خضراء، وهذه بيضاء. إذا هنا سلطنا عليهم اللون أحمر،
الفلفلة الخضراء امتصت اللون الأحمر وظهرت السوداء. الفلفلة الحمراء عكست لونها لأنها دائما تعكس لونها، إذن فظهرت حمراء. حمراء، وهذه بيضاء ظهرت حمراء، إذن ولهذا لون الأشعة أحمر حمراء. لون الأشعة حمراء. بالنسبة للسؤال الثالث، حدد لون الأشعة الضوئية التي تمكننا من رؤية كل فلفلة بلونها في الصورة واحد. بعد نرجع للصورة واحد، الصورة واحد لماذا ظهرت الفلفلة خضراء؟ سلطنا عليها الأشعة البيضاء. إذن الضوء الأبيض شحال كيتركب من لون؟ سبعة. إذن شنو دارت الفلفلة الخضراء؟ امتصت الأحمر والأزرق والأصفر والبرتقالي والنيلي والبنفسجي وعكست الأخضر فظهرت خضراء، لأن الضوء الأبيض هو سبعة ألوان. إذن هذا هو المفهوم ديال كل جسم يعكس لونه، يعكس راسه. هذه حمراء، ظهرت حمراء لأنها عكست لونها، عكست لونها الأحمر وامتصت جميع الألوان. إذن ولهذا حدد لون الأشعة. إذن الأشعة هي بيضاء. إذن الأشعة في الضوئية بيضاء. إذن ننتقل إلى صفحة موالية، النشاط الثاني في الصفحة 91. إذن يمثل الرسم التالي تركيب أضواء ملونة. هنا غادي نديرو مزج لمجموعة من الأضواء. إذن استعن بالرسم أعلى في تلوين الأماكن الفارغة في الرسوم الآتية باللون المناسب. إذن هنا كما قلنا في الملخص بأن عندنا هذا هو الأحمر، هذا هو الأزرق، وهذا الأخضر، وهي تسمى الألوان الرئيسية. إذن لأن الألوان الرئيسية إذا مزجناها تعطينا اللون الأبيض. إذن هنا تلقوا بثلاثة، تلقى الأزرق مع الأحمر مع الخضر وعطاو اللون البيض. ولكن مثلا إذا خدينا الأحمر مع الخضر شنو عطاونا؟ أصفر. إذن الأخضر والأحمر يعطي الأصفر، إذن اللون هنا باللون الأصفر. ثم هذا اللون الأزرق مع الأحمر يعطي البنفسجي. البنفسجي واخا ما واضحش هو لأن نتيجة الطبع، أما هو يعطينا البنفسجي. الأخضر والأزرق يعطي بلوسيال. إذن ولو أنه ما واضحش كذلك تما، إذن هنايا هذا مزجون. ومن هنا نرجعو لذاك الشيء اللي قلنا بأن هذه الألوان تسمى الأر في بي، الأخضر والأحمر والأزرق، هي تسمى الألوان الأساسية. لماذا؟ لأن بمزجها نحصل على جميع الألوان. هذا هو علاش تسمى، كاين اللي كيسميها أولية، كاين اللي كيسميها أساسية، كل واحد كيفاش، كاين اللي كيسميها رئيسية. إذا ننتقل إلى النشاط الثالث، وضعنا كرية في مكان مظلم ثم أضأناها تباعا بأضواء مختلفة اللون، فحصلنا على النتائج التالية. إذن لون الكرية أخضر عندما أضأناها بلون أخضر، لون الكرية أحمر عندما أضأناها بلون أحمر. إذن هنايا هذه الكرية ماذا عكست لنا؟ الأخضر، يعني أن فيها الخضر. هذه الكرية عكست لنا الأحمر، إذن فيها الأحمر، إذن فيها الأحمر، لأن إحنا كنعرفوا شنو، والمكان مظلم يعني ما كاينش البيض. البيض راه مركب فيه سبعة ديال الألوان، حنا أحذفنا البيض من المكان. إذن هنايا الكرية يعني فيها الخضر وفيها الأحمر مادام عكستهم. لون الكرية أسود عند إضاءتها بلون أزرق، إذن ما فيهاش الأزرق، إذن ماشي بيضاء. لكون كانت بيضاء غادي نضويوها بالخضر تعطي الخضر، لكون كانت بيضاء، يكون كانت بيضاء نضويها بالخضر تعطي الخضر، نضويها بالزرق تعطي الزرق، نضويها بالحمر تعطي الحمر. إذن هذه ماشي بيضاء. إذن ماذا سيكون لون هذه الكرية؟ أصفر. أصفر، لأن لماذا؟
لأن الأصفر لونه مركب من الأخضر والأحمر. إذن ما دام الكرية هي لونها أصفر، إذن إذا ضويناها خرجناها من المكان المظلم إلى مكان المضاء وضويناها بالبيض غتبان بلون، إذن الكرية صفراء لأن الأصفر مركب لون مركب من الأخضر والأحمر. إذن هكذا ننتقل إلى المكتسبات الجديدة. أملأ وأقع، يحافظ الجسم الملون على لونه. هذا هو اللي قلنا، الجسم كيحافظ على راسه إذا أضيء باللون نفسه. إلا ضويته بالخضر يخصو يعطي الخضر، إلا ضويته بالحمر يعطي الحمر، ما عدا اللون الوحيد اللي كيمتص جميع الألوان هو الأسود. الأسود كيمتص جميع الألوان ودائما كيبان أسود، والأبيض يعكس جميع الألوان ودائما كيبان أبيض. إذن بمزج ضوئين ملونين مختلفين نحصل على لون مغاير، على ضوء دي لون مغاير، يعني باش كنمزجو جوج ألوان كيعطيونا لون ثالث. تسمى الأضواء ذات اللون الأخضر والأحمر والأزرق الألوان الأساسية إنها تمكننا من الحصول على جميع الألوان الأخرى. الألوان الأساسية لأنها كتعطينا جميع الالوان الاخرى. اذا بقى لينا نرجعوا للخلاصه ديالنا باش نختموا هذا الدرس هذا. اذا تحدثنا عن الالوان، اذا يحافظ الجسم على لونه اذا اضيء باللون بالضوء الابيض. اذا بغيتي تعرف الحقيقه ديال واحد الجسم، بغيتي تعرف اللون ديالو، ضويه بالبيض او لا ضويه اذا باش تكشفوا بسرعه خصك تضويه بالبيض. دابا مثلا الا ما كانش عندنا البيض وعندنا واحد الكريه خضراء وبغينا نعرفوا اللون ديالها، شنو نديرو؟ خصنا ندوزو عليها جميع الالوان. نجيبو الصفر تعطينا كحله، نجيبو الخضر تعطينا كحله، نجيبو الصفر تعطينا كحله، حتى نلقاوها بان باش نعرفوها حمراء حتى نجيبو الحمر لان هي كتعكس غير الحمر. ولكن اللون الابيض هو اللي كيعطينا بسرعه الحقيقه ديال واحد الجسم. اذا لون جسم هو لون الضوء الذي يعكسه إلى العين. إذن لمعرفة اللون الطبيعي لجسم ما يجب إضاءته باللون الأبيض. إذن هنا كل جسم يمتص الألوان ويعكس لونه، كل جسم كيمتص جميع الألوان فقط كيعكس اللون تاع. جسم لونه الطبيعي أحمر مضاء بالضوء الأبيض يمتص كل الألوان ويعكس لونه الأحمر وكيبان أحمر. جسم لونه الطبيعي أبيض مضاء بالأبيض لا يمتص أي لون، الأبيض كيشتت جميع الألوان فيظهر أبيضا. جسم لونه الطبيعي أسود مضاء بالأبيض يمتص كل الألوان السبعة ويظهر أسود. إذن هذا ملخص ديال هذا الدرس ديال الألوان. إذن ونكون قد أنهينا هذا الكتاب، بقي لنا فقط بعض الأنشطة ديال الدعم لنختم هذا الكتاب في حصة قادمة بإذن الله.